أكد الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون التزام بلاده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور بيونغ يانغ. من جانبه التقى كبير مساعدي الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ شول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، وبحثا ترتيبات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون. يوم ترتفع فيه المعنويات وتسود الآمال لتضمحل بضعة أيام، ثم يعود الأمل من جديد. هذا هو حال المفاوضات مع كوريا الشمالية والقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وربما أهم تصريح صدر عن الزعيم الكوري الشمالي كان خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حين أكد التزامه الثابت بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. ثم تم الإعلان عن قمة مرتقبة بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد انكماش حدة تصريحات بيونغ يانغ حول نزع سلاحها النووي، جرت مساع من كل الأطراف المعنية بالأزمة الكورية توجت بلقاء في نيويورك بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ تشول. وعلى أرض شبه الجزيرة الكورية عقد مسؤولان رفيعان من الجارتين الكوريتين اجتماعا حول المسائل العسكرية ولم شمل العائلات على جانبي الحدود. لقد قرر الطرفان تطبيق قرارات بانمونجوم وعقد لقاء رفيع في أقرب وقت بين القيادات العسكرية في 14 من الشهر الحالي لخفض التوتر العسكري. فيما أكد نظيره الكوري الشمالي إقامة مجمع سكني على الحدود حيث يسكن مسؤولو البلدين لمتابعة المحادثات وبشكل مباشر. التفاؤل كان مسيطرا على تصريحات سفير الولايات المتحدة في الفلبين وسفيرها السابق في كوريا الجنوبية سونغ كيم، الذي أكد بأن المحادثات على جميع الصعد تسير بالاتجاه الصحيح. المزيد ينضم إلينا من موسكو سيد ديونيد سوكيانين، أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد. أهلا بك معنا سيد ليونيد. بداية، كيف تقيم حجم الدور الروسي في هذه المفاوضات، وما أهمية هذا الدور الروسي في الدفع باتجاه نزع السلاح النووي الكوري؟ طبعا لا شك أن روسيا لا تشارك بشكل مباشر في كل ما يتعلق بإعداد المفاوضات الكورية الأمريكية في هذا اللحظة بالذات، ولكن الدور الروسي هو دور ملحوظ بشكل عام فيما يتعلق بالكورية الشمالية والبرنامج النووي، وذلك لأنه كلمة روسيا مسموعة لدى الكورية الشمالية. والمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الكوري بين الرئيس الأمريكي وبين زعيم الكوريا الشمالية خطوة مهمة، ولكنها ليست الخطوة الوحيدة، ومن المتوقع أن تليها الخطوات الأخرى الخاصة ببعض المشاريع الاقتصادية الخاصة بالشقين الكورية، شطري الكورية الجنوبية وشمالية. وفي هذا المشاريع روسيا قد تشارك في تنفيذها، والأمر الذي تم التأكيد عليه خلال زيارة وزير خارجية روسيا لكوريا الشمالية، الزيارة التي تمت يوم أمس. على هذا الأساس روسيا الآن لا تشارك في هذه الجهود الرامية نحو إعداد المقابلة القمة الأمريكية الكورية الشمالية، ولكن دورها مهم جدا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الآفاق المستقبلية لهذا القمة. يعني الأهداف والمصلحة بشكل دقيق التي تسعى لها روسيا من وراء هذا الدفع باتجاه نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية، ما هي مصلحة روسيا؟ ما هي الأهداف الروسية؟ الأهداف الروسية تقريبا تتفق مع أهداف للعالم بأجمعه،
كل ما يتعلق بالبرامج النووية هي طبعا تنطلق من الأزمة في العلاقات بين الكوريا الشمالية والجنوبية والأزمة في العلاقات بين الكوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وعدم الاستقرار وخطر الاندلاع المواجهة العسكرية في هذا الأقليم للعالم الأمر الذي يقلق روسيا. روسيا دولة قريبة من هذا الأقليم. نعم. وعلى هذا الأساس روسيا يقول متابعون ومراقبون الأهمية البالغة على سوكيانين عفوا المقاطعة يقول مراقبون ومتابعون أن روسيا يعني ترفض أن تكون طرف كوريا الشمالية ضعيفة في أمام أمريكا في هذه الأزمة ولذلك هي تدفع باتجاه حل الأزمة وأنها ترفض نشر منظومة صاروخية ورادارية أمريكية من بينها نظام ثاد الصاروخي وبالتالي مصلحتها تجارية مع كوريا ينبغي لها أو تحتم عليها أن تتدخل في هذه المفاوضات حتى ولو من بعيد إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ المصلحة الاقتصادية واضحة كل الوضوح وللدول العديدة هنالك المصالح الاقتصادية الخاصة بكوريا الشمالية ليست فقط روسيا مهتمة بذلك ولكن الصين واليابان والولايات المتحدة وعلى هذا الأساس روسيا لا ترفض وبالعكس بكل صراحة تقول إنها تمتلك المصالح الاقتصادية بالنسبة للسوق المحتمل لكوريا الشمالية أما بالنسبة للدرع الصاروخية أو البرامج الصاروخية فأنا لا أعتقد إنه الكوريا الشمالية لديها مكان ملحوظ في المشاريع الروسية الخاصة بال السياسة الخارجية والعسكرية والبرامج النووية أو الصاروخية لروسيا لا أعتقد ذلك في حراك موازن أعلن الكرملين عن إمكانية عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي طبعا هذه قمة جديدة الآن لدينا في أي إطار تأتي هذه القمة الموازية؟ أي نعم طبعا خلال زيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف هو قدم دعوة رسمية لزعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا والعلاقات بين الدولتين علاقات متطورة وهنالك المصالح المشتركة وخاصة إذا خدنا باعتبار أن كوريا الشمالية حاليا تتخذ الخطوات نحو الانفتاح على العالم وهنالك المشاريع المشتركة بينها وبين كوريا الجنوبية هنالك المشروع الخاص بسكة الحديدية التي سوف تشارك في تنفيذه في تنفيذ هذا المشروع الروسي وعلى هذا الأساس إذا أخذنا باعتبار الأفاق المستقبلية لحل هذا الأزمة الخاصة بالبرامج النووية لكوريا الشمالية إضافة إلى المشاريع الاقتصادية فتبع لروسيا مصلحة مباشرة لتطوير العلاقات بينها بما في ذلك طيب لماذا جاءت الآن هذه القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية لماذا لم تأتي قبل الحديث عن القمة الأمريكية لماذا الآن جاءت هذه القمة وذلك لأنه وزير خارجية روسيا هو لأول مرة زار كوريا الشمالية وخلال هذه الزيارة هو كالعادة هو تقدم بدعوة رسمية نيابة عن الرئيس الروسي لزيارة الزعيم لكوريا الشمالية لروسيا هذا الخطوة طبيعية عادية إذا كانت مثلا أي وزير يزور الدولة الأخرى فهو كالعادة يقدم دعوات رسمية للمسؤولين لهذه الدولة التي يزور زورها لزيارة دولته وعلى هذا الأساس هذه القضية قضية طبيعية في العلاقات بين الدولتين ما هي فرص حدوث انفراجة سريعة سيد سيوكيانين انفراجة سريعة في المحادثات أو المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية هل تتوقعون انفراجة سريعة هل تتوقعون أن يستجيب الجانب الكوري إلى الضمانات الأمريكية في الأمن مقابل نزع السلاح النووي
لا أبدا، نحن لا نتوقع أي الانتراج والتغييرات السريعة في العلاقات بين الجانبين. بالعكس، الوزير الخارجية الروسي أمس هو صرح بأنه يجب لا نتوقع التقدم السريع، ويجب أن نحن نتوقع المفاوضات التدريجية والتي ستأخذ فترة زمنية ربما طويلة، وإلى جانب بعض الخطوات التي قام بها الزعيم لكوريا الشمالية بالنسبة لبرامج النووية، يجب أن نحن نتوقع الخطوات المقابلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، رفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، الأمر الذي طبعا سيتطلب المفاوضات التفصيلية التي تستغرق الفترة الزمنية ليست يعني قصيرة. لا نتوقع أي انفراج سريع في العلاقات بين الجانبين. هل سيد سيكونين، يعني باتت كوريا الشمالية وكأن دخول روسيا على الخط، على خط المفاوضات في الإعلان عن قمم قريبة مع كوريا الشمالية، وكأن روسيا تريد أن تسعى إلى أن تكون كوريا الشمالية ورقة ضغط إضافية بيد روسيا تجاه الغرب، هل تسعى روسيا لذلك؟ أنا أرجح أن لا أستعمل كلمة الورقة، ورقة الضغط، ورقة رابحة في يد روسيا في علاقتها مع الغرب، ولكن لا شك أنه إذا كانت روسيا تتعاون مع كوريا الشمالية الأعمق قياساً لأي دولة أخرى، روسيا تعرف كوريا الشمالية خير من أي دولة أخرى وهي تتعاون معها، فطبعا هي يمكن أن تستفيد من هذا التعاون العميق لتأثير على نظام كوريا الشمالية وفي علاقتها مع الدول الغربية. وشان كوريا الشمالية، شان إيران، أي دولة التي لديها علاقات خاصة مع أي دولة أخرى تستفيد من هذه العلاقات المميزة التي أقيمت بينها وبين الدول الأخرى، وروسيا ليست باستثناء من هذا القاعدة الدبلوماسية. وطبعا روسيا يمكن ويجب أن تستفيد من هذه العلاقات المميزة. شكرا جزيلا لك سيد وليد سوكيانين، أستاذ علاقات دولية في المدرسة العليا للاقتصاد، كنت معنا من موسكو. انضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ وتسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون. أهلا بك معنا سيد محمد. إذن كيف ترصدون هذا الحراك، الحراك الدبلوماسي والدخول الروسي بقوة على هذا الحراك والدفع باتجاه نزع السلاح النووي الكوري الشمالي من شبه الجزيرة الكورية؟ أعتقد يمكن الحديث عن هذا التفاعل على مستويين. المستوى الأول هو مستوى عام، نلاحظ أن هناك انعزالية سياسية يدعو إليها ترامب منذ دخوله إلى البيت الأبيض، وبالتالي كلما خرجت الولايات المتحدة من بعض المناطق أو حتى تراجع دورها في بعض الأزمات الدولية إلا وكان ذلك لصالح الدور الروسي في المنطقة وفي هذه الأزمة. على المستوى الآخر، هناك الآن يعني سؤال عريض، بعد أن سلم أحد مساعدي الرئيس الكوري الشمالي رسالة مغلقة إلى الرئيس ترامب في البيت الأبيض قبل ساعات قليلة من الآن، السؤال الآن هو ما هو مضمون هذه الرسالة، وهل يحتمي الدور الكوري الشمالي بنوع من الاستراتيجية ربما التي تشمل الإسناد الصيني من جهة والإسناد الكوري الجنوبي من جهة أخرى وربما الإسناد الروسي من جهة ثالثة في محاولة لصغر أو صبر الفجوة التي ظهرت قبل فترة كانت ربما قد تقضي على مشروع القمة بين ترامب والزعيم كيم أون. فهناك الآن نوع من الانفتاح الدولي الإقليمي على الأقل من قبل بيونغ يانغ، لكن ربما هذا هو لم يظهر حتى الآن على مستوى استراتيجية ترامب فيما يمكن أن يخرج به من نتائج ملموسة، خاصة وأنه يطالب بتجريد الكوريتين من الأسلحة النووية. هل تحسن العلاقات هو طريق سهل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أم تراه غير ذلك؟
لاحظنا أنه عندما جاء الوفد الثلاثي من كوريا الجنوبية لتسليم الدعوة لأول مرة في شهر مارس الماضي، اعتقد ترامب وقتها أنه ربما سيستفرد بالزعيم الكوري الشمالي ويخرج من قاعة المفاوضات بأنه الغالب ويخرج كيم أون بأنه الخاسر، ولهذا هرول إلى قبول الدعوة ولم يستشر لا البقية زملائه في البيت الأبيض وحتى مسؤولي وزارة الخارجية. لكن لاحظنا أنه عبر عن القلق وبطريقة انفعالية عندما لاحظ أن بيونغ يانغ حاولت أن تنسق استراتيجيتها مع الصين ومع كوريا الجنوبية. الرئيس الكوري الشمالي زار الصين مرتين والتقى بالزعيم الكوري الجنوبي مرتين أيضا، بمعنى آخر أن ترامب لم يكن يضع في حساباته أن الرئيس كيم أون ينطلق من قناعة استراتيجية موسعة مع سول مع بيجين، وليس فقط المضي قدما إلى القمة بشكل أحادي كما اعتقد ترامب. فالآن أعتقد الآن ربما هذه الرسالة ستضع أمام ترامب الشروط الكورية الشمالية أو على الأقل الخطوط الحمراء التي لن يتجاوزها مشروع التفاوض خلال القمة إذا تمت في 12 من الشهر المقبل. طيب، الدخول الروسي بقوة على هذه المفاوضات وأيضا الإعلان عن قمة موازية قريبا، هل تعتقد أن روسيا تحاول أن تكون الرابح الأكبر من هذا التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؟ أعتقد أنه لاحظنا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 90، وقتها ظهر الضابط فلاديمير بوتين، وقتها كان في الكي جي بي في الاستخبارات الروسية، وبدأ متأثرا، وهناك فيديو شهير له يعبر فيه عن عزمه وتصميمه على ضرورة استعادة المجد الروسي أو مجد الإمبراطورية الروسية. بعد أقل من 20 عاما يبدو الآن أن بوتين يستطيع تحقيق الكثير في هذا الاتجاه. هو يريد الآن أن يمشي خطوة خطوة مع انعزالية ترامب، بمعنى لاحظنا هذا في الشرق الأوسط، هناك الآن الأزمة السورية، كانت الأزمة العراقية فيما قبل، وكلما تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط لاحظنا أن موسكو تستغل هذا. الآن أعتقد أنه من حسب منطق النزاعات وحسب الترتيبات التي تتخذها بيونغ يانغ أكثر من واشنطن، يبدو الآن أن بيونغ يانغ توسع خياراتها وتستنيد إلى الدور الروسي أيضا بشكل غير مباشر حتى تكتمل لها مقومات توازن قوة جديد، وألا تظل المعركة فقط معركة ثنائية بين بيونغ يانغ وواشنطن على أساس أن الملف النووي والصواريخ البالستية أيضا موضوع مهم. فالآن أعتقد أننا وإن كنا ننتظر هذه القمة بين كيم أون وترامب، لكنها تظل يعني تغطيها ظلال الاستراتيجية الصينية، استراتيجية كوريا الجنوبية والاستراتيجية في الكريملين، وأعتقد أن هذا هو منطق الآن التفاوض على الصعيد الدولي. هذا واضح. من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، شكرا جزيلا لك.